تقدمت مصر بخالص التهاني لدولة ماليزيا الصديقة بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال. أكدت الخارجية في بيان لها أن القاهرة تثمن شراكتها مع ماليزيا وتسعى إلى الدفع بها إلى أفاق أرحب من أجل المنفعة المتبادلة لكلا البلدين والشعبين الصديقين. واحتفالا بيوم الاستقلال تم تنظيم عرض عسكري حضره ملك البلاد السلطان إبراهيم إسكندر في العاصمة الإدارية بوتراغايا للمرة الأولى، ويوافق اليوم الذكرى 67 لاستقلال ماليزيا عن بريطانيا، ويجذب هذا الحدث آلاف المتفرجين من جميع أنحاء ماليزيا.